Et le capteur. Et le capteur. باهي ابتسام الفلوس ما فماش الفلوس ما فماش باهي انت تكلم ابتسام وانا باش نصلح الميكرو يلا باهي ما حبش مش مشكل باهي الوغ قلنا الفلوس ما فماش تونسي يتشكى حتى حاره العظام زادت 100 مليم والدنيا مقلوبه قامت ما قعدتش لكن وقت اللي صح الصح بربي شفت كيفاش صلحت لك الميكرو يعطيك الصحه ميرسي شفت مروه تعلمت منك اي خاطر قاعده نخدم على روحي نتعلم في امور مع مروه لهنا في الاستوديو دونك عملنا طله البارح في في السولد قاعدين نشوفوا في تصاور الحقيقه البوتيكات فارغين على الاخر ينشوف في الذبان فماش عبيد فماش فلوس دنيا فارغه دباش مرصف كيما هو وين الفلوس يا مروه وين الفلوس بالحق تفاجات معناها كيفاش العبيد ما شاء الله معناها الناس على بعضها تشري وفما حاجه مهمه نحب نقولها البوتيكاتك تسويمها هكيكا يعني ماهيش غاليه برشا تسويمها معناها معقوله وكل هذيك ما فيها حتى فباش ناس تشري وين الناس في لي بوتيك دو مارك توينسا الغالين على الاخر توينسا ولات تهاون تشري في السول تمشي تشري البوتيكات بالك مطيحين في الاسواق ما درتش انا ما نعرفش انا عملت طلع الحقيقه البارح قلت لكم وشفت وشريت زايده وشريت شريت فما حاجات ابتسام عبد القادر قبل ما تشري تعملي التليفون والله فما القطعه الفلانيه سامحش بعث لك تصويره هي تنشوف نتناقشوا عليها كيما نسى الكل ساعه وابتسام موجوده في البوتيك وجماع يعلم بهم ربي وهي تصور وتبعث بعد ناخذوا القرار نشوفوا نشري وما نشري وشنو نعملوا لها به المواطنين شنو حوينا مش قالوا والله المواطنين سالناهم شنو قالوا ترى نسمعوا باهي شويه خلا توا نسموهم المواطنين. انتي الاسوام كيفاش شفتهم ابتسام؟ الاسوام الحقيقه نوفيل كوليكسيون كالعاده كيما كل عام ما فيهش سول. اما لي والله فما شوميز انا قمرتها مشيت بالحق مشيت قالوا لي نوفيل كوليكسيون ماهيش باش تهبط في السولد. اي مشيت البارح بالصدفه لقيتها سولدي هذيك فرصه نجم ناخذها. اما فما نوفيل كوليكسيون كيما قلت ما فما فيها حتى فرانك ما طاحتش معناها في السولد. تلقى حاجات اليوم نص البيس الحقيقه انا امون افي فما ناس قالت لك واو ياسر طياره السولد انا ساك هذايا قالت لي شريته ب 79000 فرصه على الاخر. ايه يتسمى غالي ولا رخيص يتسمى غالي 79 في السولد ولا يسمي اي ساك راهو مانيش نحكي انت والماركه انت والماركه سكا نحكي لك على سيكل وانت تعرف اخر ساك انا خذيته ب 5 دينارات كنت نقول لكم في المباشر صدقوني ب 5000 وابتسام ومروه عجبهم برشا الساك نشوفوا شنو قالوا المواطنين البارح في السولد وراجعين السولد انا نتصور حتى عملت دورك يعني بسرعه يعني فريمون ما نجمش ندرك شنو واقع بالضبط اسكو سي فري ولا ينجم يكون في تمويه وفي انتوشابل انا نتوقع انه نسبه كبيره من الشعب التونسي ولات غير قادره على ان تمشي تشتري حتى في بريود ما يسمى بالسولد سولد يعني كلام وبس فما حاجات انتريسونت فما حاجات لا ديما لانسيان كونيكسيون يهبطوها سولدي ومش برشا زاد زون 30% 35 سولد بلوش علي بتاع تونس خاطر كله سلعه قديمه ما يهمنيش فيه في سولد جمله نمشي لتركيا ونجي الحمد لله وكا سولد اليوم هيك تعمل فيه طلب تشري سافا لسويم ما يو مش سافا لا محاله ما نستغلوا في الفرصه لي سافا سافا بالنسبه لهذا سافا فما 40% فما 20% فما 30% سافا والله سافا سما فما السولد معناها منقصين شويه بوغ لو مومون حسب اللي شفته فما حاجات في المتناول كل بوتيكو كيفاش السولد نتاعها فما وحدات باهيين فما وحدات ما يعجبوش جمله واحده فما وحدات مثلا ما عرفش مازالوا غاليين مخلينهم غاليين مثلا في زون تاع بوبيري كيك 200 فازيت اوكي مازال فما حاجات غاليه نوفي كوليكسيون ما حطوش فيها سولد جم كل ما الناس يقول لي نوفي كوليكسيون فما سولد فيها مخرجين السلع يمكن القديمه فاز هكا خاطر جيت قبل وشفت حوايج قمرت مثلا جيت تو ما لقيت حتى حوايج منهم كجمل مريت سولد بصراحه انا غادي دي بيجاما خذيتهم نهار جمعه ب 69 اليوم ب 39 ب 40000 مريتش حاجه بي مش بنحكيو على سولد في تونس والله يا خاتي باش نقول لك انا لا نمشي له ولا نشري منه هيك قاعده تشري منه بنوته صغيره عمليه لا على خاطر فماش حاجه شوا نمشي نلبس من الفريبون باش من البوتيكيت بالواقع يا حوالي الاسوان وانا لقيت ما نشري سافا بهين فما حاجات مزيانين معناها سي با دو كاملوت تاع كيف ما هكا عملوا فيه 32% ولا 79 محلي
لا ما فماش اقبال خاطر اول الجمعه بعد ثاني جمعه ثالث جمعه تولي فما خدمه خاطر اول جمعه يجوا يشوفوا الاسواميت بعد تولي فما خدمه ومنها هكا خلاص العباد الشهري نتاعهم تصب في ثاني جمعه ثالث جمعه تولي فما خدمه. لا مشكلة عادة لخاطر أكثر حاجة العباد يمشيوا حسب ميزانيتهم وحسب الشهري نتاعهم برشا عباد مازال ما خلصوش للتو قد ما يزيد عام قد ما يتقلص بوختو عاملين 50% بالنسبة للحوايج وكل شيء إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل إن شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل بالضبط. احنا بيان سور تكثر شويه ربي فما لي بافيت البارح والديستانسياسيون كيف دخلت البوتيكات سالوك على الباس سانيتير ولا لا بيان سور بيان سور اي ولي بافيت بارتو لي بافيت بارتو اي بيان سور ميم مش برشا ميم تبدا الابتزاز كبير نتصور ما فماش ميم تبدا الدور فما يجيوك لي بيرسونيل يقول لك حط البافيت نتاعك كان شاف واحد من ناحيه البافيت فما يعني التزام بالبروتوكول الصحي اما كيما قلت تكثر شويه الغشه في البرشا مش شويه الغشه في السولد هذاك علاش احنا حابين ناخذوا المعطيات اللي تخص كل تونسي ماشي باش يشري من السولد. معانا في المباشر السيد عمر ضيا رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك. صباح النور سي عمر. صباح الفل نسلم عليكم وعلى كل المستمعين. مرحبا بك سيدي. سي عمار اليوم التونسي يهبط يقضي من السولد لكن كما قلت فما غشة فما تجاوزات التونسي اليوم يقول لك أنا كيفاش النجم نبلغ على التجاوزات هذه. شكرا لكم كنت أتابع معكم شوية في البلاتو كان معناها انقلتوا تقريبا النبذ متاع الشارع والمختلف الشرائح متاع المجتمع في الموضوع متاع السولد هذا التخفيض. احنا بالنسبة للغش الحقيقة خلينا نسجل وهذا معناها انطلاقا من تجاربنا في السنوات الماضية وتشكيات اللي توصلنا من المواطنين ثم يعني نوع ما من الحيطة او انعدام الثقة في قضية التخفيضات هذه. هناك معناها من يعتقد انه معناها يقع تلاعب او هناك من نوع من الغش وانه ليس هناك تخفيض في حقيقة الامر. و بالطبيعة الحال احنا اول حاجة نقول وخلي يعني المستهلك يكون هو المدافع الاولاني على حقوقه يحل عينيه مليح يرد باله ينتبه ويبلغ بالطبيعة الحال للمنظمة اللي هي موجودة معناها عن قرب في المكاتب المحلية ونحن بدورنا بالطبيعة الحال نيابة عنه نتصل بالإدارة المسؤولة على هذه المسألة ونتحرى في الأمر هذا وبطبيعة الحال يعني هذا هو من الإمكانية اللي متوفرة للمنظمة أنها من ترفع هذه القضايا لوزارة التجارة. سي عمار أنا عندي سؤال قبل كل شيء نفسر المواطن ش معناها التجاوز شنو الحاجات اللي كيف تصير تعتبر تجاوز والمواطن وقتها يلزم يمشي يبلغ عليها هي تنفسروا له التونسي اللي هو التجاوز الحقيقة معناها في كثير من الحالات يبقى مجرد شك ولا يمكن معناها أنك تثيق به. مثلا هناك من يقول أنه أنا شفت بكري متدخلة تقول لك أنا تعديت في الأسبوع اللي فات لقيت ثمن ورجعت البارح لقيت نفس الثمن ورغم اللي هو مكتوب عليه تخفيض هذا يسمى معناها مخالفة يعني يمكن التحري فيها مش المستهلك النجم يتحرى لكن احنا النجم نمشيه للإدارات المسؤولة على التجارة وهم الوحيدين اللي يمكن يثبتوا من هذا الأمر لأنه نحن مش يعني نفيق بالعملية هي كيف نشوف قطعة ما تبدلش سومها وحاطين فوقها سولد النجم نمشي نعلم المنظمة ونقول لهم راهو فما غش في المكان الثاني فما غش ونحن بطبيعة الحال اوتوماتيكمون نكلموا الإدارة معناها المسؤولة الجهوية للتجارة وهما يلزمهم معناها يعملوا الرقابة اللازمة الرقم الأخضر سي عمار في حاليا المنظمة ما عندهاش رقم أخضر سمحني كنت حاب نفسر لك علاش تو نشرح لك الأمر لأنه المنظمة تمر بصعوبات معناها مادية منذ سنتين ما خذتش دعم من الحكومة وبالتالي ما عندناش حتى شكون اللي يكون موجود عون في الإدارة يجاوب على المكالمات ويقوم بهذا هذه العملية. نحن الآن في عامين ما فماش دعم كيفاش قاعدين تخدم
لا لا ما معناها تقريبا كل شيء معناها وقف شويه في الانشطه نتاعنا. انا منذ 3 أسابيع تقريبا معناها هذا مكتب وطني جديد مؤتمر وقعه ومكتب وطني جديد اتصلت برئيس الحكومه قدمنا لها معناها البرنامج العمل نتاعنا كما يفترض وطلبنا الدعم ووعدونا باش يعطونا دعم. نحن ننتظر الى هذه الساعه. الحقيقه احنا الدعم هذا يصلح لنا انه نفتح المكاتب نتاعنا وان ناخذ بعض الشباب المتطوعين وحتى يسهلوا علينا هذا التلقي الشكاوي ومتابعه لانه الحقيقه احنا الاعضاء اللي هم متطوعين عاده تلقاه موظف ما ينجمش يكون على ذمه المنظمه يعني يوميا ويلزمنا معناها بعض متفرغ يلزمنا بعض الاعوان اللي هم يقومون معناها بالمتابعه وبال معناها تلقي الشكايات الاجوبه على موقع الانترنت الى اخره. هذا الحقيقه ان شاء الله في الايام القادمه كان نلقاو الحل هذا بطبيعه الحال نعود بالمنظمه لان تقوم بالوظيفه نتاعها الاساسيه وتنجم تغطي معناها كامل طلب الجمهوريه باش تكون مارس القرب وفي معناها موجوده باش تتلقى كل الملاحظات والشكايات. سي عمار سؤال اخير يفضلك اليوم بعض المحلات يقول لك على خطر في السولد ما عندكش الحق لا تبدل ولا ترجع، هل هذا قانوني ولا لا؟ هو هذا معناها هما في في الشروط نتاع احنا تثبتنا مع هذا الامر يقول لك هذاك هو السولد. السولد تطرح فيه معناها هذيك انت كان بالك تثبت قبل ما تشري القطعه فيهاش عيب لانه الحقيقه ما فيهاش ضمان معناها ما فيهاش غارونتي. ثم انه هناك بطبيعه الحال ثم القانون يسمى المعمول به وفما الاتحادات نتاع كل ثم شكون يتفاهم لك ترجع له انت تقول له راني كذا ينجم كان مازال عنده في ستوك معناها يظهر كانوا عنا لك مزيد لكن هو قانون هنا نقول لك انت كان خديت القطعه هذيك انا في السولد ما عادش نرجعها لك خرجت من ستوك. هذاك علاش احنا نقولوا للمستهلك رد بالك معناها في عقلك تثبت ماش عيب معناها ما مش على خاطر تغريك الثمن معناها تقبل على الشراء بدون ان تتثبت. واضح. شكرا لك سي عمار رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك كنت معنا في المباشر. تحيه ليك ويظل المعلومه اللي اخذناها بانه خليفه منظمه الدفاع عن المستهلك عندها عامين هي ماهيش تخوف في اعتمادات اي هي بدها ماهيش مدافع على روحها فوالا هي بدها تعاني طبعا تلعب في دور مهم ياسر هذا تابع المجتمع المدني في الرقابه والدفاع عن المستهلك. سول طبعا تقليد هذا اقتصادي مهم لانه راهو يفيد المستهلك ولكن يفيد التاجر كذلك راهو باش يخرج سلعته ويلقى فرصه كذلك لتعديل اوضاعه هو بدا الماليه. والمستهلك والتاجر بيدو راهو مستهلك هو في حاجات اخرى منظمه الدفاع عن المستهلك تخدم شطر نعوره هكا راهي حاجه خطيره.